فيسبوك. دكتور، إن مع العسر يسر، هل في وقت الصدمات بتيجي حاجة تطبطب علينا كده، إلهية تطبطب علينا؟ بص يا إيمان، الحاجة اللي بتطبطب علينا دي مننا إحنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش ده المقصود في الصدمات؟ نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا كلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها. المرة الوحيدة اللي لم تتكرر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. السين للتأكيد، ويجعل في المضارع، واللي هيجعل هو الله الفاعل، بعد عسر بدون فواصل على طول يسر. نعم. الشاهد من الآية ان ما اتاها دي ما اتاني انا من قدرات وامكانيات وملكات وطاقات اقدر اتغلب بيها على كل المشاكل اللي انا مريت بيها. نعم. المتصلة الكريمة الاخيرة انا بقول لها لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني بلاش تعودي تركزي قوي 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 في كل اللي حصل لك، ولا تفرحوا بما اتاكم، اوعي ثقتك الزياده وحبك الزياده لكل الناس هو اللي هيوقعك ممكن في مشاكل اكبر. لا. لان الانسان لما بيكون في جنب بعيد قوي، لما بيرد بيسموه الارتداد النفسي، بيرد لما هو ابعد اكتر، فبيبقى عرضه للصدمات اكتر. نعم. يعني حضرتك تقصد هنا ان هي الامور الوسط، ان انا بالزبط. لما تجيلي حاجه حلوه او اقابل انسان كويس ما اقعدش اقول ده ملاك، ده ما حصلش، ده ما فيش، ده عمره ما بيغلط. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. الشاهد والعكس صحيح. بالظبط. الشاهد من هذا الامر حسن الظن، كان حسن ظن في الله، وحسن الظن في الله اللي هو الخالق يتبع حسن الظن في المخلوقين، ولكن إلى أجل معين، إلى حين معين. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالفطنة وأمرنا بالذكاء. لما سئل الشافعي أي الناس أعقل، قال الفطن المتغافل. نعم. يعني اللي فاهم كل حاجة وعامل أنه مش فاهم أي حاجة. في الكتاب المقدس إنجيل يوحنا، أعقل الناس أكثرهم إدراكا. إنجيل متى، أكثرهم عقلا أكثرهم استبصارا. إنجيل لوقا، أكثرهم عقلانية أكثرهم طوارئ.